يجب أن تعلم النساء شيئا، الحب رزق يقذفه الله في قلب من يشاء من النساء. الحب شيء الله عز وجل أوجده سبحانه وتعالى في قلب النساء والرجال، تجد الرجل يحب فلانة والمرأة تحب فلان، لكن الله شرع لهذا الحب طريق. الحب موجود ولا يستطيع أحد أن ينزع الحب، والإسلام ليس ضد الحب، الإسلام ليس ضد الحب. فالرجل إذا أحب فتاة إذا سعى لها حلالا يؤجر، لأنه كتم مشاعره وكبت مشاعره إرضاء لله عز وجل. انظر، حتى الحب نؤجر عليه، تؤجر عليه، تصور، لأنك أنت جعلت هذا الحب في إطار إرضاء الله سبحانه وتعالى. لهذا المرأة إذا أحبت رجلا جعل الله عز وجل له دربا في الحلال. إذا المرأة أحبت رجلا أو الرجل، أول شيء عليه بالدعاء، اللهم إني أحببت فلان فاجعله لي زوجا، يسره لي على أن يكون زوجا. أولا هذا الدعاء لم تأتي بمحظور، وما دعت بإثم وما دعت بقطيعة، دعت بالحلال. إن وقع فالله عز وجل أكرمها واستجاب دعوتها، علم؟ إن لم يقع تنال أجر الدعاء. المهم أنها طرقت باب المولى على أن يكون من أحبت زوجا لها بالحلال. لهذا عندي مسألة الآن، أنا ضد أن تقيد المرأة رجلا بالزواج، يعني بمعنى آخر تجد رجلا أعجبتها أو أعجبها شخصيته، خلقه، دينه، ربما ماله، ضد أن تقيد الفتاة تقول اللهم زوجني فلان. ربما الله عز وجل يجعل هذا فلان ابتلاء عليك، بل أنت قولي اللهم زوجني بأحسن من هذا، أو إن كان خيرا لي فزوجني إياه، يعني اشترطي على الله، اللهم إن كان فلان خيرا لي فزوجني إياه ويسر طريقه لي. هنا الله عز وجل إذا أراد يسر الطريق. لهذا نعم، تدعو الفتاة لا بأس أن تدعو الله عز وجل وتلح على ربها أن تتزوج بمن تريد.